السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بابا شناز معكم رايان في فيديو جديد. فاليوم وفي هذا الفيديو سأقدم لكم أسعار الهواتف في الجزائر والهواتف الأكثر بروزا وطلبا في الجزائر، حيث أقدم لكم سعر أكثر من 30 جهاز. ولكن إذا أردتم الجزء الثاني وفي أقرب وقت ممكن، دعوا هذا الفيديو يصل إلى أكثر من 1000 لايك خلال يومين، وسأقوم بالجزء الثاني وفيه بقية الهواتف التي تطلبونها في الجزء الثاني، وكما قلت لكم في أقرب وقت ممكن. ونرجع الآن إلى موضوع الفيديو لليوم. وأنا أقوم بإعداد الفيديو اليوم، لاحظت أن أسعار بين الأسبوع الفائت واليوم قد ارتفعت، وهذا بنحو 100,000 إلى 300,000، وهذا وعلى وجهة نظري شيء طبيعي نظرا إلى أن السوق لم يستقر بعد وأن المطارات لم يفتحوا. هناك صفحات لمحلات على فيسبوك تكلموا عن الموضوع، مثلا عن صاحب محل كتب هذا المشهور الذي يظهر لكم في الشاشة الآن، يقول: سوق الهواتف في هذه الأيام واحد ما هو فاهم فيها حاجة، نفتح الواتساب على 8 نلقى سوام، نفتح الواتساب على 8 نلقى سوام طاحوا، على 10 نلقاهم زادوا، على 5 العشية سوام جدد، ثم كل ساعة سومة، حاجة باينة الناس كامل ما فاهمة فيها والو. وقتها استقر السوق الله أعلم. نحاول نوفر أحسن أسعار في السوق، يعني إذا جبنا سرعة وحطينا في المحل السعر تاعها راهو مليح والعكس صحيح. تحياتنا والعديد من المشروعات الأخرى، ولكن لا أريد أن أطول الفيديو. لهذا إذا كنت تريد شراء هاتف أخي العزيز فلا تخف، الأسعار سترجع إلى ما كانت عليها وستنزل مجددا. والآن وقبل أن نبدأ، لا تنسوا لايك الفيديو، اشترك بالقناة، ونشر الفيديو لأي شخص يحتاجه، وأي هاتف تريد أن أذكرها في الجزء الثاني أي الجزء القادم أذكره لنا تحت في التعليقات. وهيا نبدأ مع الأسعار. قبل أن نبدأ، الأسعار التي أقدمها في هذا الفيديو هي تقريبا أقل سعر لكل هاتف. وإذا لم تجد هاتف معين في ولايتك، أنصحك أن تبحث عنه في العلمة أو في العاصمة. ونبدأ أول مع أول هاتف لدينا، وهو شاومي ريدمي نوت 9، الأخ الجديد لريدمي نوت 8 الذي أحدث ضجة كبيرة في الجزائر. بنسخة 64 جيجا سعرها 3,700,000، نسخة 4,128 جيجا سعرها 4,100,000، وسعره ارتفع قليلا، قبل أسبوع تقريبا كان سعره 3,400,000 بالطبع الأقل نسخة. بعدها لدينا جالاكسي M10S سعره الآن في حدود 3,100,000، والسامسونج جالاكسي M20 سعره الآن في حدود 3,400,000، والسامسونج جالاكسي A30S الآن في حدود 4,200,000. أما هاتف أوبو الذي هو أوبو A31 سعره الآن حوالي 3,500,000، والسامسونج جالاكسي A21S نسخة 3 و32 جيجا هو 3,800,000، ولنسخة 4 و64 جيجا هو 4,100,000. وأما محبوب الجماهير ريدمي نيف لنسخة 4 و64 جيجا سعره الآن في حدود 3,000,000. ولعلمكم إخوتي، سعره قبل أيام كان في حدود 3,900,000، هو ليس فرق كبير لكنه يظهر ارتفاع بسيط. أما شاومي ريدمي نوت 9S نسخة 64 جيجا هو 4,800,000، ونسخة 128 جيجا هي 5,100,000، وأخوه الأكبر هو ريدمي نوت 9 برو سعره الآن في حدود 5,600,000 بعد ما كان سعره 6,400,000 أو 6,200,000، أي نزل بشكل كبير. وهذا الهاتف يستحق السعر 4,800,000 4,400,000 في تلك الحدود. أما جالاكسي A31 سعره الآن 4,600,000 بعد ما كان سعره 5,600,000، أي نزول ممتاز. بعده شاومي ريدمي نوت 8 محبوب الجماهير سعره الآن 3,800,000، وقبل أسبوع تقريبا سعره كان 3,400,000، أي في بضعة أيام ارتفع سعر الهواتف، ولكن لا تخافوا الأسعار سترجع كما كانت وأكثر إن شاء الله. أما شاومي ريدمي نوت 8 تي سعره الآن في حدود 3,950,000، أما شاومي ريدمي نوت 8 برو سعره الآن هو 4,700,000 والأعلى نسخة، وسعره كان 4,100,000، أي كان قريب من سعره السابق قبل بضعة أيام. بعدها لدينا أخوهم أصغر ريدمي 8 سعره الآن 2,900,000، والريدمي 8A 2,400,000. الآن سامسونج جالاكسي M30 الآن سعره 3,600,000، وسامسونج جالاكسي M30S 4,700,000، وأخوهم الأكبر سامسونج جالاكسي M31 سعره الآن بين 4,900,000 حتى 5,500,000، والريدمي 7A سعره الآن 2,200,000، والشاومي ريدمي نوت 7 سعره الآن في حدود 3,200,000، وهواوي Y6S لنسخة 3 و64 جيجا هو 2,800,000، وهواوي Y9 برايم 2019 سعره الآن في حدود 3,700,000، وهواوي P40 لايت سعره الآن 5,000,000، أي في حدود هذا السعر. أما شاومي ريدمي 10X نسخة 4G هو في حدود 4,500,000،
وسامسونج جالاكسي A51 سعره الآن 5,800,000 وجالاكسي A51 6,700,000. وبالنسبة سامسونج جالاكسي A71 سعره كان في حدود 7,700,000، أي أن سعره نزل بأكثر من 1,000,000 سنتيم، فليس كل هواتف سعرها ارتفع، فهناك العديد من الهواتف أسعارها انخفضت. أما الهاتف الاقتصادي لسامسونج وهو سامسونج جالاكسي A01 سعره الآن في حدود 2,000,000 سنتيم، وأوبو F50 سعره الآن 5,200,000، وأوبو I1K سعره الآن 2,400,000، ولدينا سامسونج جالاكسي A70 سعره الآن في حدود 5,990,000. والآن نذهب إلى بعض هواتف شركة ريلمي، ونبدأ مع وحش الألعاب والذي هو ريلمي 6. صراحة هذا الهاتف سعره جنوني الآن ومرتفع جدا، وهو في حدود 5,000,000 سنتيم، فهذا الهاتف يستحق سعر 3,700,000 حتى 3,800,000، خاصة أن شركة ريلمي قد أعلنت عن ريلمي 7 الذي يأتي مع تحسينات كبيرة من حيث البطارية وتحسينات جيدة من حيث المعالج، وتقريبا هو بنفس السعر. من المفترض أن هاتف ريلمي 6 ينزل سعره، ولكن هذا حال تقريبا جميع هواتف ريلمي في الجزائر. بعدها لدينا ريمي 6 برو أخوه الأكبر، سعر هذا الهاتف أيضا في حدود 6,000,000 سنتيم، وهذا الهاتف أيضا سعره مرتفع، فهذا الهاتف ربما يستحق سعر 4,400,000 كحد أقصى. فإن شاء الله هذا الهاتفين ينزل سعرهما، لأنهما هاتفين ممتازان جدا خاصة لمحبي الألعاب. بعدها لدينا ريمي X2، هذا الهاتف سعره في حدود 5,200,000، وأيضا سعره مرتفع، وتقريبا كل هذه الهواتف الثلاثة لم ينزل سعرهما منذ توفرهم في الجزائر. ونختم مع هاتف أوبو الذي هو أوبو i5s، سعر هذا الهاتف الآن هو في حدود 2,900,000، وهذا الهاتف قبل كورونا كان سعره 2,500,000، أي ارتفاع بسيط، ليس كباقي الهواتف التي ارتفع بسعرها بأكثر من 1,000,000 سنتيم، ولكنه يظل ارتفاع. فهذا نصيحة لا تشتروا هواتف حتى يستقر سعرهم أكثر، ولكن هناك تخفيضات جيدة في الأسعار، مثل هواتف سلسلة Redmi Note 9 انخفض سعرها بشكل كبير جدا، وأيضا هواتف Redmi Note 8 و Note 8 Pro قد انخفض سعرها، وأيضا سامسونج جالاكسي A01 والعديد من هواتف أخرى انخفض سعرها. وهذه تقريبا كل الهواتف التي لدينا لهذا الفيديو. كما قلت لكم، إذا أردتم جزء ثاني أوصلوا هذا الفيديو لأكثر من 1,000 لايك خلال يومين، والجزء القادم سيكون في أقرب وقت ممكن. لهذا انشروا الفيديو لجميع أصدقائكم كدعم منكم، وكي أنشر الفيديو في أقرب وقت ممكن. وفي الأخير، هذه الأسعار لن تجدوها بالضبط في ولايتكم أو في جميع المحلات، فكل محل لديه أسعاره وكل ولاية لديها أسعارها، لكن ستجدونها في هذه الحدود. في إدارة شراء هاتف في هذه الفترة وجدت سعر أكثر من الأسعار التي ذكرتها الآن، فلا أنصحك بشراء هذا الهاتف. وكنصيحة عامة، انتظروا حتى أكتوبر، ربما ستنخفض الأسعار أكثر وأكثر، وهي أصلا انخفضت ولكن ستستمر في النزول. فكما رأيتم، هاتف ريدمي 9 دخل الجزائر بسعر 3,900,000، والآن سعره 3,000,000، وقبل أيام كانت 2,900,000. فالأسعار كل يوم تنزل أكثر، لهذا حافظوا على صبركم ولا تخافوا، فالأسعار لن ترتفع إن شاء الله. فإلى هنا إخوتي، نكون قد وصلنا لنهاية فيديو. لا تنسوا لايك الفيديو، اشترك بالقناة، ونشر فيديو لأي شخص يحتاجه، وإلى اللقاء أعزائي المشاهدين.